تعتبر مدارس الروحلة في السودان واحدة من التجارب التعليمية التي تستهدف الوصول إلى أبناء القبائل الرعوية في حلهم وترحالهم، وتواكب ظروف هذه المجتمعات المتنقلة بقدر يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة. علي محمد حمد آدم، مدير مدرسة روحلة مجمينة. هذه المدرسة بنيتها التحتية لا تصلح أن تكون مدرسة، والسور كما هو معلوم، ونحن ذاتنا المدرسة دي لما أسست هذه المدرسة دي كانت مدرسة متنقلة، لكن جهدا من أباء المعلمين والمجلس التربوي المدرسة اتفقوا أن المدرسة تكون ثابتة، لكن تجلب الطلبة من مناطق عديدة ومناطق متفرقة، يعني نحن بنشتغل عكس المدارس وما يسمى بالمجموعة با. في الفترة الصيفية بنشتغل من شهر 11 إلى شهر 7، فترة 7 شهور. بعد ذاك بنأجز، حتى بعد ذاك التلاميذ في فترة الإجازة كل تلميذ بيمشي لأهله. نحن بندرس في أبناء روحل، وأبناء الروحل ما لم نشتغل معاهم شغل الصيفي لا نستطيع أن نعلم أبناء الروحل لعدة أسباب. إنه الروحل الواحد حريص على ولده أكثر من حريص على مصلحته الشخصية أكثر من مصلحة ولده، ولأنه ممكن ولده لو بدخل له قريش قرشين أفضل له مما هو يطلع منه قريش قرشين. إحنا زي ما قلنا لكم شفنا الجهل في آبائنا وشفنا الجهل في أخواننا. الجهل مصيبة، يعني بنشوف المشاكل اللي بتحصل ونشوف غيره وغيره، وكل ما سوف إلا الجهل. والجهل ما بيتحارب إلا بالتعليم. نحن إن شاء الله منجتهد عشان ما نقدم ناس صالحين للوطن، صالحين للمجتمع كعامة. نحن بنشتغل شغل زي ده، لكن نحن ذاتنا المعلمين ذاتنا منعاني، يعني الواحد ممكن ما عنده وسيلة تنقل، وممكن ما عنده حتى مكتب بتاع تصحيح، ما عنده مكتب بتاع تصحيح، ما عنده وإجلاس ذاته ما عنده. المدرسة بتعاني من نقص حاد في الكتب، يكاد 6-7 يكون في كتاب واحد، ويكاد البقية لا نستطيع أن نوزع عليهم الكتب إلا بإشراكهم مع التلاميذ البقية. برضو الإجلاس ما في إجلاس التلاميذ ذاتهم حتى في الكتابة، وواحد ممكن يكون كتابه في الوطاء كراسه في الوطاء، يعني وضع صعب جدا. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا في هذا الموضوع. وزي ما قلت لك برضو كذلك السقة، نحن نشرب للآن ده في حد الآن ده في برميل، موية في برميل، الموية حارة والطلبة يشربوا، والموية ذاتها ما كافية. يعني نحن بنخش من فصل لفصل، بنتنقل من فصل لفصل لأنه ما عندنا ناس تاني بيزاحمنا، يعني تطلع من الفصل ده تخش الفصل الثاني، يعني بصورة دورية إلى زمن الفطور أنت بتكون شغال في حصص. حصة كلها بتكون يعني ممكن تدي 3 حصة، حصتين، مرات بيتصادف بندي 4 حصة حتى نمشي نفطر. في اليوم نحن بناخذ 8 حصة، يعني المعلمين في بقية المدارس بيكون عندك في الأسبوع 8 حصة، نحن في الأسبوع أضرب 7 في 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 8 ب2 ب56 حصة، يعني نحن أسبوعنا فوق 56 حصة، والله ما تقوتين تاخذ أكثر من اللازم، لكن بعد ذاك صابرين على أبنائنا ديل وما بنشوف راحتنا بنشوف راحة التلاميذ. بناشد القائمين على الأمر وبنقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظروا إلينا بعين فاحصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير شكل هذه المدرسة. مدرسة شكلها ما مقبول. زي ما قلت لك المدرسة هي المدرسة مقدمة نوابق، زي ما أسلفت لك المدرسة هذه عندها طلبة تخرجوا من الجامعات، عندها طلبة على عتبة التخريج، وعندها طلبة في الثانوي، وعندها طلبة في الأساس كتار جدا ما شاء الله. هذه المدرسة عطاها ممتد للآن، يعني ومع ذلك كمان المدرسة هذه فيها نوابغ جد. يعني نحن لما نقدم مدرسة طلبتنا من هنا ونمشي نفرش بضاعتنا زي ما يقول نوديها غادي، نحن الحمد لله رب العالمين بنلقى إشادة إنه تلاميذنا ما شاء الله شطار، وتلاميذنا ما شاء الله مقدمين عطاء. يعني زي ما ذكرت لك إننا الأول على مستوى غرب الرعد 2 من هذه المدرسة، وده هذا فخر إلى هذه المدرسة. تريدنا كنت تعبانين مع المباني. أول كل ما سنة إحنا نبني فصول جديدة،
الارض بتاكلها مره واحده ما بتخلي ولا حبه. انا زودها ونقوم ثاني نجيب نبيع القش ونقوم نفاير نفذ نجيب الحطب ونبني. كل سنه تعبان بيس الحي لكن مدارس اولادنا الحمد لله استفادوا. اننا اولاد ساتخرجوا اللي تخرج يا معلم ولا تخرج معامل صحي ولا تخرج اسمه هنا ولا تخرج محامي ولا تخرج. طبعا الاولاد كثير تخرج من هذه المدرسه الشينه دي.